في الحقيقة ما كاين حتى تغيير كيلوح في الأفق في عقيدة العداء الجزائرية الثابتة كأنها ركن من أركان الدولة الجزائرية تجاه ملف الصحراء المغربية. وزير الخارجية الجزائري المعين حديثا رمطان العمامرة بالزربة استقبل ما يسمى وزيرة خارجية البوليزاريو محمد سالم وتسالك مع عدد ربع من المرافقين ديالو لمناقشة تطورات الأوضاع في الصحراء. كيجي هذا الاستقبال ديال الوفد الانفصالي بالجزائر في ظرف أقل من أسبوع، 7 أيام، على تمعين رمطان العمامرة وزير الخارجية خلفا السابق صبري بوقدوم. اش اكد اشي هادشي كيأكد ان الدبلوماسية الجزائرية والعقيدة ديالتها وديال الجيش تضع ملف الصحراء ضمن اولوياتها رقم واحد. وزير الخارجية الجزائري قال في اللقاء الانفصالي خلال الزيارة الى الجزائر تناول تطورات القضية الصحراوية وافاق تسويتها بشكل يضمن لحقوق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف تقرير المصير والاستقلال. وزيد ديك الهضره ديالهم في وقت اختار المشاركون ضمن المؤتمر الوزاري لحركه عدم الانحياز المعقد في باكو بمشاركه ديال المغرب الحديث عن التحديات اللي كتواجه العالم والقاره الافريقيه في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا. استغلال رمطان العمامره هذا الاجتماع من اجل باش يطلق السم ديالو والسموم ديال الدوله الجزائريه ضد مصالح المملكه المغربيه. وزير الخارجيه الجزائري في مداخله ديالته في بلدان عدم الانحياز طالب الى تقديم الدعم للشعب الصحراوي من اجل تصفيه الاستعمار بالصحراء على حد التعبير ديالو. وشدد العمامره في هذا الاجتماع المنعقد عن بعد على ضروره الاسراع في تعيين المبعوث الشخصي الى الصحراء واطلاق عمليه سياسيه ذات مصداقيه بين طرف النزاع بهدف الوصول الى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق المصير للشعب الصحراوي. انتقد الجزائريون عوده رمطان العمامره بعدما كان على راس وزاره الخارجيه ما بين فتره 2013 و2017 غير ان النظام الجزائري يعول على الخبره ديالته الدوليه وعلاقته مع اللوبيات والقوى الضاغطه في كثير من الدول التي تراهن عليها الجزائر من اجل اعاده الدبلوماسيه الجزائريه الى الواجهه بعد تراجعها في السنوات الاخيره. من المرتقب ان يقوم وزير الخارجيه الجزائري الجديد بتحرك على مستوى اداره بايدن في الامريكان من اجل الضغط عليها باش تراجع على الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء، والذي شكل اكبر اخفاق كبير لوزير الخارجيه السابق صبري بوقدوم. وعبرت وسائل الاعلام يعني محسوبه على الجبهه وعلى الجزائر على الفرحه ديالها والسعاده ديالها بتعيين العمامره وزيرا للخارجيه، وقالت انه لا يستبعد ان يحدث تطورات في ملف الصحراء زعما كره العصا عدو سحريه وبعودته الى الدبلوماسيه الجزائريه. اما منابر اعلاميه جزائريه فلم تخفي تعيين العمامره انه جاء لتعطيل التواجد المغربي في افريقيا ويعني الحضور المكتف للمغرب في القاره الافريقيه، وذلك بعدما باتت المغرب يتمتع بمصداقيه كبيره لدى اغلب الدول الافريقيه حيث شهدت السنوات الاخيره تطورات لافته في العلاقات الثنائيه بين المغرب وعدد من البلدان القاريه خصوصا في المستوى الاقتصادي ومن وراها المستوى المساعدات اللي كيقدمها المغرب لهذه البلدان وكذلك استضافه العديد من الملتقيات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.